فرصة عمل من دارك ما تراطيهاش، فرصة علم وعمل في شركة جزائرية في بلادنا متواجدة في قسنطينة المدينة الجديدة، عندها سجل تجاري مدعم من طرف الدولة، عندها كونت بونكير في بنك الخليج الجزائري. يعني هذه الشركة فرصة ليكم يكون عندكم دخل أسبوعي. نعم، إيه، دخل أسبوعي وليس شهري. هذه الشركة تقدم دروس دعم، عندها دروس إلكترونية بكامل المنهج الدراسي، الأطوار الثلاثة، الابتدائي والمتوسط وحتى الثانوي، وعندهم حتى اللغات، مش غير للأولاد الصغار، حتى أنت أي لغة حابة تتعلميها من الصفر وتتحصلي على شهادة توفر عليك الجهد والمال والوقت، والأهم من هذا كله مبالغ في متناول الجميع. الخدمة هذه غير من دارك فقط، بدون ما تخرجي أو تتنقلي، وتوصل الخلصة حتى 7 ملايين في الأسبوع. مش خاسرين والو، ادخلوا للجروب، الرابط موجود في صندوق الوصف، تفهموا أكثر. وإذا ما عجبتكمش تقدروا تخرجوا في أي وقت، فقط ما تضيعوش الفرصة. بالمشروع هذا رايحين تحققوا أحلامكم وأهدافكم وكل حاجة أتمنيتوها، لا داعي للتردد، احنا ما رانا إلا همزة وصل ما بينكم وبين النجاح وبين تحقيق أهدافكم، فقط اليد في اليد. والشركة هذه راهي جزائرية والمؤسسين تاوعها جزائريين، أولاد بلادنا وخاوتنا، قدموا لنا عرض عمرنا ما كنا نحلم به، أنه تجينا فرصة عمل فقط من المنزل، تقدروا تفيدوا بها أولادكم وتستفيدوا حتى أنتم، ما تراطيوش الفرصة. نأخذ ملعقة طعام كبيرة، يمكنك مضاعفة المقادير حسب الحاجة، ضاعفي المقادير لاستخدام قلت هذه الوصفة لكامل الجسم. نحتاج لنصف ملعقة طعام كبيرة من زيت اللوز الحلو، يمكن استخدام زيت اللوز المر أو زيت جنين القمح في هذه الوصفة. نصف ملعقة طعام كبيرة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، الكريم، كريم سودو مع الزيت، قلت البديل هو زيت اللوز المر أو زيت جنين القمح، هذه هي الزيوت المجرب بها هذا الكريم. نخلط جيدا، ثم نضيف ملعقة طعام كبيرة من ماء الورد، استخدمي أي نوع ماء ورد متوفر عندك في البيت، يجب أن يكون هنا ماء الورد وليس ماء الزهر. ملعقة طعام كبيرة من ماء الورد، ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا. ماء الورد، قلت تابعي معي الفيديو للأخير، لدي وصفات بديلة لكريم سودو إذا لم يتوفر عندك. نخلط المكونات جيدا حتى تنسجم مع بعضها البعض للحصول على أروع كريم لتفتيح المناطق الحساسة وبين الفخذين، النتيجة تظهر من أول أسبوع. هذا الكريم استخدميه قبل النوم على منطقة نظيفة، يجب غسل المنطقة جيدا بالماء والصابون حبذا أن تكون نظيفة من الشعر تماما، ونقوم بدهن كامل المنطقة وكل المناطق السمراء بين الفخذين وحتى الأرداف، ونتركه حتى الصباح ونقوم بغسل المنطقة. استمري عليه بشكل يومي، قلت النتيجة تظهر في أسبوع واحد فقط، ولكن يجب دائما غسل المنطقة وعمل مقشر مرة في الأسبوع حتى تظهر النتيجة. هذا هو الكريم المتحصل عليه بعد انسجام كل المكونات، هو آمن للحوامل والمرضعات وكل البنات ممن يعانون من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة، يمكنهم استخدامه وبكل أمان صلاحيته تدوم حتى نفاذ هذه الكمية. كل المكونات هنا طبيعية آمنة وليست لها أي أعراض جانبية، ولا حاجة أبدا لوضعه في الثلاجة، فقط يحفظ في علبة معقمة وفي أي مكان في البيت يمكن الاحتفاظ بهذا الكريم.
في الوصفة الثانية نحتاج لملعقة طعام كبيرة من كريم جليسيرين أو جليسوليد المتوفر عندك، ونحتاج لملعقة طعام كبيرة من هنا زيت اللوز المر يتماشى مع كريم جليسيرين. هنا ضروري يكون زيت اللوز المر، للأمانة زيت اللوز المر هذا محظر في البيت، وطريقة تحضيره في البيت موجودة في قناتي، كما يمكنك شراؤه جاهز حسب رغبتك وحسب ظروفك. نأخذ ملعقة طعام كبيرة قلت من كريم الجليسيرين. بديل كريم جليسيرين هنا يمكن استعمال كريم ديكسيريل، ممكن جدا استعماله، أبدا لا ضرر من استخدامه في هذه الوصفة، هو آمن وله نفس نتائج ونفس المكونات لكريم الجليسيرين. قلت هنا ملعقة طعام كبيرة، ونضيف عليها قلت ملعقة طعام كبيرة من زيت اللوز المر. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تنسجم كل المكونات والحصول على كريم رائع لتفتيح المناطق الحساسة وكل الجسم طبعا نفس استخدامه يكون نفس استخدام كريم سودو كريم. نخلط جيدا، هنا فقط قبل استخدام هذا الكريم نقوم بغسل المناطق الحساسة بمغلى الخزامة. يفضل قبل استخدام الكريم الثاني، وحتى تكون النتائج سريعة في أسبوع نفس نتائج سودو كريم، يفضل غلي الخزامة. أن تأخذي ملعقة طعام كبيرة من الخزامة أو اللافندر، اغليها في كأس من الماء لحوالي 5 دقائق، قومي بتصفيتها واغسلي المنطقة بهذا الغسول، قومي بتجفيف المنطقة، وبعدها ادهني كامل كريم الجليسوليد أو الجليسيرين مع زيت اللوز المر ليلا قبل النوم، وفي الصباح نقوم بغسل المنطقة بأي غسول مناسب أو حتى بفقط الخزامة. نستمر على استخدام هذه الوصفة كذلك بشكل يومي، والنتائج كذلك في أسبوع تبدأ في الظهور. قومي بعمل مقشر كذلك للمنطقة مرة واحدة فقط في الأسبوع، وآمن للحوامل كذلك والمرضعات وحتى البنات، كل من تعاني من مشكلة اسوداد المناطق الحساسة وتحت الإبطين، قلت كل الجسم يمكن استخدامه وبكل أمان. كذلك هنا صلاحية هذا الكريم حتى تنتهي كل الكمية، ولا حاجة أبدا لوضعه في الثلاجة، فقط يجب أن يكون البرطمان أو العلبة تكون معقمة حتى تكون مدة صلاحيتها طويلة. غير متوفر عندك كل هذه الكريمات في البيت، قومي بعمل الوصفة الثالثة وكذلك هي رائعة جدا ونتائجها سريعة. نحتاج في هذه الوصفة إلى الأسكينول، هنا أسكينول الليمون. طبعا طريقة تحضير أسكينول الليمون سهلة جدا، وطريقة موجودة كذلك في القناة، فقط بقشور الليمون. ونأخذ لدينا كذلك هنا نحتاج ملعقة شاي صغيرة من نشا الذرة أو الكورن فلاور مايزينا، ونحتاج لملعقة شاي صغيرة من الكركم كركم أعواد، ونحتاج لملعقة شاي صغيرة من البيكربونات أي صودا الخبز بيكربونات الصوديوم، ملعقة شاي صغيرة من كل مكون، ونصف كوب من أسكينول الليمون. يمكن استخدام أسكينول البرتقال أو أسكينول الجزر، ولكن الوصفة وللأمانة مجربة وناجحة بأسكينول الليمون. نضيف كل المكونات الثلاثة مع الأسكينول ونخلط جيدا مع بعض. يفضل عند استخدام الأسكينول المزج بملعقة خشبية، هنا تتفاعل المكونات مع بعضها البعض لوجود بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز.
وبعدها استخدمي هذه الوصفة قبل الاستحمام. هذه الوصفة تستخدم قبل الاستحمام. نقوم بغمس قطنة في هذا المحلول، محلول الأسكينول، نغمس قطنة ونقوم بدهن كامل الجسم والمناطق الحساسة. نتركه من نصف ساعة إلى ساعة، وبعدها نقوم بأخذ شاور.